23 منتخبنا بالأحمر الكامل في مواجهة منتخب فاجأة مدوية. إذا صافرت بداية المواجهة لمنتخبنا الوطني على بهدفين مقابل هدف. إذا يجب وضع الحسابات بكل جدية عندما تتحدث بأنه منتخب إندونيسيا. نتحدث عن منتخب متطور. هذا المنتخب الإندونيسي الذي يعني مرور سريع على هذا المنتخب ليس واقع لصالحنا. لدينا الأفضلية بعدد كبير من اللاعبين المحترفين. إذا ما استعرضنا تشكيلة منتخبنا ما شاء الله بتشوف 8 لاعبين بيلعبوا خارج الأردن بالتشكيل الموجودة فقط 3 بقيادة طبعا يزيد أبو ليلى وكذلك إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزيد العرب، محمد بميري، بالإضافة إلى بهاء عبد الرحمن، محمود مرضي، نور الروابدة. هذه كرة عرضية مرت وابتعدت، ضغط أردني مبكر، يريد منتخبنا أن يبتعد عن كل الحسابات. موسى التعمري والمتابعة من محمود مرضي، ولكن بدأت المساندة من نور الروابدة، من بهاء، من مرضي، وعلى الأطراف إحسان ودميري، وفي القلب 4-1. وبالتالي شايفين الإغلاق، شايفين الزيادة العددية للمنتخب الإندونيسي. هذه كرة خذوهات جميلة جدا، مهارات بقيادة الكوري الجنوبي تشاي المدير الفني. موسى التعمري أكثر اللاعبين الأردنيين لمسة للكرة، هذه مهارة، هذه مراوغة وركلة الجزاء لا يحتسبها. بداية أردنية مطلوبة وجيدة جدا حتى الآن بعد 10 دقائق تلعب للأمام ومرت من إحسان حداد. دائما الآن نور الروابدة من الجهة اليمنى، كرة عرضية رأسية ذكية ولكن ابعاد حتى الآن، وضغط كبير على المرمى الإيطالية بكل شيء لمنتخبنا. منتخبنا يحتل في الدوري البلجيكي. هذه كرة عند إحسان حداد داخل المنطقة، تتعدد باتجاه مرمى إندونيسيا حتى الآن في كل المراكز، ولكن هذا كلوك اللاعب الهولندي المجنس بيلعب كرة. شوف التحضير، شوف المرونة ببدء الهجمة، المساحات موجودة مع تقدم لاعبينا في ثقة، وهنالك مطالبة بخطأ. فيتال بوركلمنز ظهرنا في الدور الثاني في 3 مناسبات. هذه كرة عند مرضي عرضية ولكن تدخل على الكرة الماضية كانت خطيرة. خطورة المنتخب الإندونيسي. محمد الدارجاد المهاجم رأس الحرب الصريح اللي كان صولات وجولات كلاعب وكمدرب. هذه كرة أمامية وتدخل الروابدة الذي يلعب في الدوري البحريني مع المحرك. كرة إندونيسية، محاولة السيطرة الجماعية، المساندة جاءت من أرهان. أرهان أرهان هذه كرة من علامة الجزاء، يلعب كرة قصيرة فيها تحضير خطير للمنتخب الإندونيسي. يزيد أبو ليلى في الدوري الماليزي حتى ما نعطي الفرصة للمنافس في الدخول في أجواء المباراة أكثر. هذا المطلوب، كرة عرضية ولكن تصرف في اللقطة الثانية. درجات عائد إلى كلوك، تحضير، شايفين بنفس الطريقة في كل مرة بنفس السيناريو. المنتخب الجماعي يعني معقول بدون بطاقة صفراء؟ إذا هذه لم تستحق يعني ما الذي يستحق في عالم كرة القدم؟ إن نحسب كل الحسابات. هذا كلوك في منتصف الملعب، ضابط الإيقاع بمهارة. المنتخب الإندونيسي يتبادل اللاعبين الكرات بنفس السيناريو بنفس الطريقة، تركيز على ميمنتنا بتقدم دائما أرهان. والمساندة، الاختراق لدفاعاتنا بكرة عرضية ولكن للاعبي منتخبنا. كرة إندونيسية ممكن يسدد ولكن فضل التحضير. خطير المنتخب الإندونيسي، خطير. يزيد يحاول الصعود، علي مر علي، التحضير من علي خطيرة إلى الأمام وبنفس الطريقة. سليمان بنفس السيناريو وبتكرار للعمل. قبل المنتخب الإندونيسي ليس بالمنتخب السهل، لا تأمن إندونيسيا بخطورتها. وأول محاولة تنفذ رمية التماس إلى الأمام وإبعاد من على خط المرمى. ما زالت الهجمة مستمرة، الركنية تلعب، الخطورة الآن إندونيسية وإبعاد جدا خطيرة جدا هذه اللقطة وارتدت كرة إندونيسية. تقدم للمنتخب الإندونيسي ولكن في الدقائق الماضية المنتخب الإندونيسي يعني يحاول بكل طرق إيقاف موسى التعمري، ولكن هذه كرة جول، كرة جول، كرة جول. انعمت وما أجمله.
شوف التمرير الروعة من الرواب دنور، والأجمل من التعمري، والنهايات الثاني بأفضل سيناريو وأفضل طريقة ممكن أن يبدأ فيه النشامة الشوط الثاني، ليظهر منتخبنا إن شاء الله بالصورة المعتادة.